السلام عليكم، وعدت لكم من جديد في حلقة خاصة وبسيطة، والحلقة هذه عرفان مني لشخص سوى لي هدية في القناة ولازم أرد له الهدية بالمثل. أيام برنامج Arabs Got Talent أنا شفت فرقته وكندول المصرية وديموز باند لما أدوا أغنية بوكيمون، تعلقت بالفرقة هذه، تمنيت أن الفرقة هذه توصل إلى مراحل متقدمة في المسابقة، لكن أتفاجأ أنهم للأسف حتى أنهم ما ترشحوا للمرحلة الثانية، وكان هذا السبب أنه هم اختاروا اغنية جميلة هي اغنية بوكيمون، وان الجدج اللي كانوا موجودين حكموا على الفرقة هذه لانهم غنوا اغنية بوكيمون. هذا هو اللي واضح لنا لما تكلم علي وقال الاغنية غير الاغنية، علي اعترف بادائهم كفرقة، الكل انطرب، المشاهدين، الجدج، الناس اعتراضهم ليش اخترتوا الاغنية هذه. كثير منكم لما حطيت فيديو بوكيمون لفرقة فيديماز اعترض وقال ليش علاقتهم عند قناة انمي، ركز على الانمي. الحين بقول لكم شغلة واحدة بس، انتوا سويتوا مثل الجدج اللي كانوا في Arabs Got Talent، حكمتوا من الظاهر وما عطيتوهم فرصة. الجدج اعترفوا بمهارتهم، لكن كان سبب خسارتهم انهم تكلموا عن شيء يخص الانمي. انا قناة انمي، بك لو دخلت منافسة بين قنوات يوتيوب هل ترضون اني استبعد فقط لاني قناة انمي؟ ويمكن يجي قناة جيمر بعدين ويقول هذا قناة انمي مميزة استبعدت، وشوفوا شو الاداءات اللي سواها، هل راح تسمحون لجماهير انهم ينتقدونه فقط لانه قدم قناة انمي؟ هنا انا مش كمحلل لون بيس ولا كمحلل للانمي ولا كمقدم انطباعات، لما عرضت الفيديو كليب حق فرقة ريديمرز انا عرضت الفيديو كليب الخاص بفرقة ريديمرز لان انا شفت ناس راهنوا على حلمهم بحبهم للانمي. فرصة عظيمة جاتهم للأداء على مسرح Arabs Got Talent، وكان ممكن يكونون نجوم العرب لو غنوا أي أغنية، أي أغنية حتى لو كانت أغنية توكندول لا تمت بصلة لعاداتنا ولا تقاليدنا، أغنية توكندول غبية كلماتها مزعجة، كان ممكن ينجحون، لكنهم فضلوا وغنوا أغنية من عالم الأنمي، كلمات الأغنية جميلة تتكلم عن الأحلام والطموح، واستبعدوا ليس لسبب سوء الكلمات أو سوء الألحان، سوء الأداء، فقط لأن الأغنية أغنية أنمي. هنا أنا جبت الجدج الحقيقيين اللي هم الأوتاكو أنتو، وخليتكم تشوفون إبداع الفرقة هذه. المفروض أن احنا نساعدهم، ندعمهم، ننصحهم، نوجههم، نطلب منهم المزيد أنهم يفيدوننا فيه. أنا هنا جاي فقط أساند محبين للأنمي، أنا شفتهم هنا وحلمهم على الأنمي ولازم نساعدهم. طبعا بحثت في الانترنت إلين وصلت إلى الأخ وائل الجيتارست أو عازف الجيتار في الفرقة، وتواصلت معاه وشرحت له هدف قناتي وقلت له هل تريد أن تنضم معي وكنون ناس من طاقمي؟ وهو وافق، قال سمينا أصدقاء، سمينا أفراد طاقمك، سميها تعاون، سميها اللي تسميها، إحنا راح نكون وياك. طبعا الفرقة دخلت على القناة وشافوا ردود وتحمسوا، واقترحت عليهم مشروع أغنية أنيمي ثانية، وهم إن شاء الله راح يشتغلون عليها وينزلونها لكم، انتظروها صدقوني راح تكون مفاجأة منهم لكم. طبعا قبل لا ننتظر لازم تعرفون من هي فرقة ريديمرز. فرقة ريديمرز فرقة روك اند رول مصرية تأسست عام 2001 على يد عازف الجيتار وائل اللي أنا تواصلت معاه، يحبون يعزفون أغاني خيالية، كلمات خيال مثل ما احنا نشوف في عالم أنيمي، كلمات خيال وكون مدموجة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. أنا فرحت لما قال لي الأخ وائل إنهم شغالين على أغنية أنيمي جديدة راح يفاجئون بهالجماهير، راح استنى وائل شي يفاجئنا فيه، لكن لازم نعرف من هو باقي أعضاء الفرقة اللي مع الأخ وائل. مؤسس الفرقة الأخ وائل نصر، وهو أيضا عازف الجيتار، وايضا المغنيه الاخت نيمين مع الاخوال، وهم الاثنين اللي شفتوهم في مقدمه الاهداء قبل اغنيه بوكيمون. داني فهمي عازف جيتار ومغني، هو العضو الثالث في طاقم ريديمرز. الاخ محمد سمير هو العضو الرابع وهو عازف الكيبورد او الاوك زي ما نحب نسميه. عازف الطبول الاخ احمد عزيزي يكمل العضو الخامس في طاقم ريديمرز. يلا شدوا همتكم يا ريديمرز ووصلوها الى 10 مثل طاقم لوفي واكتسحوا عالم روك اند رول. طبعا فرقة ريديمرز زي ما قالوا لي هم مثلهم مثل اي فتى عربي نشأ على الانمي. طبعا الانمي القديم كان يتميز باغانيه رائعة وكلماتها حساسة خيالية وفيها هدف ومغزى. يعني ما جيت أقولك الحين أنا أحلم دوما أني أكون الأفضل بين الجميع، الكلمة هذه بداية أغنية بوكيمون واللي هم أدوها وكلمة جميلة.
العموم اتمنى نشوف شيء جديد من ويديماز، وانا سويت الحلقه هذه فقط لانهم محبين للانمي وقاعدين يشتغلون على شيء خاص بالانمي، واي شخص يحب الانمي ويدعم الانمي انا راح ادعمه. في الديسكريبشن تلقون صفحه ويديماز تقدرون تدخلون عليها وتشوفون اعمالهم. طبعا كانمي حاليا ما عندهم الا بوكيمون، هم ركزوا على اعمال فيها خيالات كثير، عندهم خيالات القراصنة من بايرتس اوف ذا كاريبيان، وعندهم اغنية بوكيمون، وبما ان عندهم بوكيمون انمي وحبوا نمط القراصنة وتشوفون ملابسهم فيها شوية قرصنة على غجرية على ميتاليك على خيال على فانتسي، احس اني لما اقترح عليهم ون بيس راح يبدعون. ننتظر ونشوف عملهم الجاي بعدين ندخل في اقتراحاتنا. الحين لا تنسون شير واللايك والسبسكرايب ونشوفكم.